هاتفيا أستاذ باسل عادل، منسق كتلة الحوار. أهلا بك معنا أستاذ باسل. وكتلة الحوار شايفة المشهد إزاي؟ أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين. يعني بالتأكيد واضح جدا إن احنا في مشهد بالإضافة لإنه سياسي بامتياز ومتميز وغير معتاد، إلا إنه مبهج جدا إنه فجأة نلاقي إن الحياة السياسية بتنتعش بالشكل ده. المواطنين المصريين كلهم حرص على أداء واجبهم وإنهم كمان ياخدوا حقهم في إنهم يبقوا موجودين في الانتخابات ويصوتوا ويشاركوا. يعني المشهد الحقيقة جماله في إنه غير معتاد، وبيبلغ أو بيقول إن وعي المصريين كاشف جدا، إن المصريين ما سمعوش لدعاوى الإحباط والتيئيس والتثبيط في إنهم ينزلوا إنهم يشاركوا، واثقين في دولتهم، واثقين في إدارتهم، واثقين في نزاهة النتيجة، واثقين في إن الصناديق هتعبر عنهم، بيساندوا الدولة المصرية في وقت صعب جدا. الدولة فعلا محتاجة فيه مساندة، ظروف اقتصادية وكذا، ولكن الشعب المصري مصر على انه يكمل طريقه ويكمل الاصلاح الاقتصادي، يتخلص من تبعاته، انه يقاومها وانه ينزل ينتخب. يعني الحقيقة مشاهد كلها إيجابية في كل الاتجاهات. أستاذ باسل، كنت مشارك في الحوار الوطني بالتأكيد، ويعني الحوار الوطني أفرز العديد من المخرجات اللي ساهمت في خروج المشهد بهذا الشكل من الانضباط، بهذا الشكل من المنافسة الشريفة. الكل يعني يلهث وراء حب الوطن والانتماء وهذا المشهد بكل قيمه وتفاصيله. ضعنا في هذه الفكرة وتفاصيلها، فكرة ارتباط هذا المشهد الانتخابي بالحوار الوطني. يعني طبعا أنا متفق مع حضرتك تماما إن المشهد السياسي المتعدد في مرشحين متعددين من يعني ثلاث أحزاب والسيد الرئيس، دي مشاهد كلها إفراز للحوار الوطني، انه لما الحوار الوطني ابتدى ودعا للتعدديه السياسيه وان الاحزاب تقعد على طاوله واحده زي ما بنقول، ومجلس امناء برضه متعدد المشارب السياسيه ومختلف من كل الاتجاهات. كل هذه المشاهد ما بتروحش سدى، يعني في الاخر انعكست على مشهد انتخابي متميز جدا لاول مره بنشوفه في انتخابات رئاسه الجمهوريه. يعني ثلاث احزاب، استاذ فريد زهران المصري الديمقراطي، مهندس حازم عمر الشعب الجمهوري، الدكتور عبد السند يمامه حزب الوفد، وكمان السيد الرئيس واحزاب الموالاه، لان طبعا السيد الرئيس مش في حزب بصفته لانه رئيس الجمهوريه. نعم. في احزاب بتايده موجوده. الانعكاس ده الحقيقه صوره وافراز ايجابي جدا للحوار الوطني اللي احنا صدقناه وشاركنا فيه، وشفنا ان الدوله رايحه المشهد متعدد. كتير الحقيقه كذبونا في المعارضه في الوقت ده وقالوا ان دي يعني مشاهد زائفه، لكن اهو النهارده ثبت نجاح. صح. اهو النهارده كذا حزب بينافس على الانتخابات، اهو النهارده لاول مره في التاريخ نشوف ماكينه انتخابات حقيقيه حزبيه على الارض من كل الاحزاب. طيب جئت على ذكر الاحزاب استاذ باسل، وطبعا يعني الحياة الحزبية في مصر الآن بتشهد حراك وديناميكية من خلال المشهد الانتخابي اللي طبعا نحن بصدده الآن. وبالتالي سؤال، إلى أي مدى يمكن هندسة البيئة الحزبية مرة أخرى ما بعد هذه الانتخابات، وكل حزب يقيم ما له وما عليه إيجابياته وسلبياته، من أجل خير لمصر، من أجل أن يكون هناك تعددية حقيقية على الأرض فاعلة بشكل كبير من أجل الخير لمصر؟ اسمحي لي بقى أحيي حضرتك جدا جدا على هذا السؤال، لأنه سؤال في منتهى الوعي السياسي. اللي حصل ده بيعيد ترتيب وهندسة فعلا الخريطة السياسية. يعني احنا مثلا في كتلة الحوار اجتماعنا بكرة لمناقشة الانتخابات الرئاسية والانعكاسات السياسية للي حصل على الأرض فيها. احنا في مشهد جديد بيعمل تحول حقيقي للجغرافيا السياسية في الفترة القادمة. ده شيء محدش أبدا ممكن يكون بيشتغل في العمل السياسي ولا ينكره. يعني ده مثلا كاشف ان احنا عندنا انتخابات برلمانية قادمة هتبقى مختلفة غاية الاختلاف.
أنا متصور إن على كل السياسيين والحزبيين إن هم يدرسوا بعناية شديدة اللي حصل في أيام 10 و11 و12 ديسمبر في انتخابات الرئاسة، يدرس بشكل واضح، لأن ده لو ما حدش درسه هيبقى مش عارف هو رايح فين في المستقبل في الحياة السياسية. الحياة السياسية من النهاردة بتتأسس بشكل مختلف، والحقيقة برضو ده برضو إضافة وانعكاس لمسألة الحوار الوطني، وإن الأحزاب كلها بقت موجودة ومفعلة في الفترة الأخيرة. إحنا مقبلين على مرحلة محتاجة دراسة، ومش هيبقى موجود فيها غير اللي بيعرف فعلا يشتغل سياسة ويبقى قارئ جيد للمتغيرات اللي حصلت على الأرض. صحيح. أستاذ باسل، اسمح لي أشتبك طبعا مع ضيفي الكريم في الاستوديو أستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يدخل معنا في الحوار ومع حضرتك. ويمكن كنت منذ قليل بسأله سؤال، هو إيه اللي زود وعي المصريين؟ هو هذا الإقبال وهذه الكثافة في المشاركة هذه المرة في الانتخابات، إيه سببها؟ قال لي أنه يمكن التنمية اللي حصلت في السنوات الفائتة واللي كان بيلمسها المواطن المصري البسيط بشكل مباشر هي اللي عملت له وعي، هي اللي عملت له تنمية، هي اللي عملت له محفز. في الحقيقة كمان عايز أسأل حضرتك بشكل بقى يعني خارج الحدود، إلى أي مدى الخطر اللي استشعره المصريون على الأمن القومي المصري كان محفزا لنزول المصريين؟ طبعا مفيش شك انه الخطر على الأمن القومي وعلى حدودنا الشرقية، يعني الحدود الوحيدة اللي كانت متبقية هادئة شيئا ما. عارفة حضرتك حدودنا الجنوبية عليها حرب في السودان، وفي حرب في ليبيا في الحدود الغربية، فكان فاضل الحدود الشرقية هي اللي احنا يعني بنحاول نتمسك، لكن فجأة بيلاقي المصريين ان الخطر قادم من الحدود الشرقية. والحقيقة احنا البلد دي من ايام الفراعنة كل الاخطار الجسيمة بتجيلنا من هذه الحدود، من الحدود الشرقية، فعلى طول الشعب المصري بيستشعر الخطر على امنه، والامن هنا بيبقى مقدم على الغذاء او على متاعب اقتصادية، لان لو انا مش امن في بيتي ما انا مش هدور على الاكل دلوقتي، انا من الاول محتاج ابقى امن على حياتي وحياة أولادي وعلى بلدي وأرضي وعرضي، وبعدين أدور على الأكل والشرب والمسائل اللي أنا محتاجها، أزمة اقتصادية، غلاء، تضخم، الكلام ده كله بيتركن فورا والناس بتستشعر ده. الحاجة الثانية الكاشفة حضرتك والمهمة، كرامة المصريين. صحيح. المصري يوجعيه في أي حاجة إلا كرامته وسيادته، طالما حصل إنه حد احتك بهذه الكرامة وتعامل معاها، يعني فكرة انه العالم كله يضغط على مصر عشان التهجير القسري وعشان تهجير الفلسطينيين، وان الفلسطينيين يتسابوا يخرجوا من بلدهم وييجوا، فانت بتحس ان انت لا، ده شيء جاي على كرامتك الوطنيه، البلد دي ليها سياده وليها حكم وليها دوله وليها قياده وليها راي. فبرضه مساله انه المصريين نازلين يدافعوا على كرامتهم مساله كاشفه. كمان سقوط العالم في عين المصريين، القوى اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان والديمقراطية، قوى الغربية بقى وأمريكا وكل كل ده سقط في أعين المصريين، لأن الانتهاكات اللي بتحصل لأهلنا في غزة انتهاكات تفوق الوصف وتتعدى الفجور بدرجات، فبرضه ده أعتقد إنه كان محفز آخر للنزول. سؤال أخير لحضرتك أستاذ باسل وسريعا من فضلك، كثرة الحوار بتحضر لإيه ما بعد انتخابات الرئاسة 2024؟ أنا زي ما قلت لحضرتك إحنا بكرة فورا بندرس الخريطة الانتخابية والتغير السياسي اللي حصل على الأرض وماكينة الانتخابات الفعالة اللي نزلت عدد كبير. أنا عايز أقول لحضرتك أنا متوقع نسبة تفوق 50% في النزول، يعني ممكن نوصل ل 60% من ال 67 مليون ناخب، وده رقم كبير جدا ما وصلناهوش قبل كده. صحيح. إحنا ابتدينا في تأسيس كمان حزب الحوار عشان يبقى عندنا كيان سياسي فاعل، قدمنا لجنة شؤون الأحزاب تكمل توكيلاتنا، فاعلين على الأرض، عملنا مؤتمر كبير جدا في الأقصر عشان المشاركة وتحفيز المصريين على المشاركة، ابتدى يبقى لينا لجان في المحافظات، يعني إحنا كيان عايز يشتغل شغل حقيقي على الأرض، يبقى موجود يقدم بدايل وحلول. إحنا جايز من التيارات اللي كانت سباقة بإنها تقدم برنامج للرئاسة، قدمناه لحملة السيد الرئيس وحملة المهندس حازم عمر، وقدمناه كمان لحملة الأستاذ شريف زهران، فيعني طول الوقت بنحاول إن إحنا نبقى فاعلين على الأرض، وكمان عندنا بدايل وحلول
في أوراق سياسية حقيقية متعوب عليها ومعمول عليها مدح. نتمنى لحضراتكم التوفيق. دكتور باسل عادل، منسق ورئيس كتلة الحوار، أشكرك شكرا جزيلا.